هلكوني. كله بيسألني شو بدك فيه؟ ليش بدك تقابله؟ شو رح تقله؟ وأنا ما عم رد على حدا منهم. عامل إدن سطوح وإدن زراب، إدن طين وإدن من عجين. ولك بس بدي أفهم إنه هالناس شو بدها فيي؟ لك شو بدها فيي الناس؟ حر أنا بقابل مولانا الوالي، ما بقابله الشغلة على كيفي. بيستقبلني ما بيستقبلني، الشغلة بتخصني إلي. وقلت لهم هالحكي، ها؟ مو إنه ما قلت لهم، قلت لهم والينا بيقابل كل أفراد الشعب، الكبير والصغير، الغني والفقير، المسؤول والأجير. وما بيرد حدا عن بابه، بوابه مفتوحة للجميع، لكل أفراد الشعب. وأنا واحد من أفراد الشعب، مو من أفراد الشعب أنا يا نفيسة؟ طبعاً، لكن من أفراد مين؟ بس اللي بدي يفهمه، أنت متأكد إنه مولانا الوالي رح يرضى يقابله؟ إيه طبعاً متأكد، لكن مالي متأكد؟ يعني فكرك هيك أنا عم بحكي بلا طعمة؟ صدقيني يا نفيسة، إني أنا متأكد من هالشغلة، يعني مثل مالي شايفك قدامي هلأ. طيب، أنا رح أسايرك على عقلك. هاتي لشو؟ فرضاً، ها فرضاً مثلاً رضي مولانا الوالي يقابلك، شدك تقله؟ ها ها يا ستي، أولاً رح التحش بين إيديه ورجليه وأتوسل إليه، رح انبحت بهالأراضي واستعطفه لحتى يساعدني ويأمر لي بالعطايا. أولينا مثل ما هو معروف بيحب يساعد الدرويش والمعترين يلي على باب الله مثلي. إيه لكان شو فكرك أنت؟ نفيسة صدقيني، لولا هالشلة العاطلة يلي حواليه كنت قابلته من الجمعة الماضية، بس هني عم ياخدوني ويجيبوني وعلى سيم وجين. يعني حاسس مو كتير قابضيني، وعم يقولوا لحالهم يعني معقولة هيك واحد مشرشح مثل هاد يفوت لمجلس الوالي ويكحل عيونه بمرأة وينشلق عليه؟ بس قسما يا نفسي ومن ثم عظما راح افوت غصبا عنهم، لانه هالشغلة ما فيها خيار وفقوس ابدا. هيك قال الوالي بخطبته الاخرانية، يعني هالكلام مو من عندي. طيب هلا لو رحت لقيت لك شي شغله تنفعك، مو احسن لك من التخفيق كل يوم والتاني على ديوان الوالي؟ ليكو التاني ليكو، يعني لقيت شغلي انا وما اشتغلتها؟ شو هاد نفيسه؟ مالك شايفتيها كيف مسكره بوشي وين ما رحت وشلون ما فتلت؟ السوق دائر يا مخلوقه، شو هالحكي؟ دائر السوق والشغل واقف، مو بس علينا، ها على الكل. بس نحن عم ناكلها اكثر شي. ليش؟ لانه شغلي انا مياومه وما عندي مونة مثل غيري. يعني فكرك الشغل رح يدق بابك ويقول لك شرف، انت لازم تركض ورا لمتك، مو تقعد لي بالبيت مثل افت الام وتطوطح بايديك، انت لازم تدور على الشغل. اوف، فظاعة منك. شو بتلعي انت؟ يعني احسن من هاللعية اللي بلا طعمة؟ طلعي لفوق شوفي لي هلا شي هدية اخذها معي لجناب الوالي، لانه مو حلوة روح لعنده وايدي فاضية كمان. لا والله، وبتعرف بالواجب كمان. على قولة المثل، شروال ما عنده تكتب 14، ايه اكل ما عندنا بالبيت بدك تروح تهدي هدايا؟ شو شايف بيتنا مليان هدايا وجواهر ودرر؟ ولك يا نفيسة يا فهيمة، الهدية مو بقيمتها، الشغلة رمزية، يعني المهم احمل شي بايدي وانا فايت على جناب الوالي، وجناب الوالي رح يقدر لي هالشي، مو انه لا، مو غشيم الزلمة. أصبح خذ له منقل الفحم، هاي هي وما عدنا شمينا ريحتها للحمة. منقل الفحم؟ ولك آخ آخ، يعني مو الحق عليكي، الحق على يلي بيسألك. يعني ما أحلاني وأنا فايت على قصر الوالي وحامل بإيدي منقل الفحم. أشو قالوا لك الوالي فاضي يبسط بهالأراضي ويشك لحمة بسياخ ويشعل الفحم ويقعد يشوي ويهوي؟ يعني ما عنده شغل غير شوي؟ فظيعة أنت، شو عقلك ضيق؟ أتخر من الإبرة عقلك أنت. اطلع لك أن أنت دور له على هدية، أنا ما بعرف. طيب شو رأيك أخذ له طاسة النحاس اللي عنا؟ طاسة جدك يعني؟ إيه طاسة جدي، شبه طاسة جدي يعني. صحيح إنه ما لها قيمة، بس قطعة فنية حلوة، تحفة، تحفة حقيقية أنا بشوفها. هلأ حضرة جناب الوالي عنده طاسات الذهب والياقوت والمرجان، رح تعجب طاسة جدك الأنتيكة. ولك يا فهيمة يا نفيسة، هي إذا إلها قيمة بتكون لأنها قديمة، يعني في شغلات كل ما عتقت كل ما غليت.
مع مين عم بحكي أنا؟ قال أنتيكا، قال والله شايف إنه عقلك الأنتيكا. لقوم دور عليها من هلا أحسن من الأخذ والعطا معك. وين محطوطة الطاسة؟ شو بيعرفني؟ قوم دور عليها أنت. بس ما تكون الطاسة ضايعة. مشكلة وقتها. احتراماتي مولانا الوالي. أهلا أهلا. خدامكم درويش الدراوشي، واحد من رعاياكم المخلصين سيدي. أهلا وسهلا يا درويش، شو قضيتك؟ سيدي لو سمحتوا يعني تقبلوا هالهدية المتواضعة مني قبل كل شيء. مولانا بعرف إنه مو من مقامكم أبدا، ومقامكم أعلى وأسمى من هيك بكثير، وحاشا لله إني أقدر أوصل لرفعة مقامكم بهدية وضيعة مثل هي، بس عزاي الوحيد يا مولانا إنه هالطاسة هي أغلى شي بملكه، يعني أنا ما بملك بهالدنيا إلا مرتي نفيسة وهالطاسة، وإذا قبلتوا هديتي مولانا ما رح يضل عندي إلا نفيسة، وهي بصراحة مو نفيسة أبدا، يعني ما فيها شي نفيس إلا اسمها. تكرم عينك، ولحنا قبلنا هديتك يا درويش. كتر خيركم يا مولانا، غمرتونا بلطفكم وغرقتونا بعطفكم وطمرتونا طمر بحنانكم وسعة صدركم مولانا. اللي هلا شو طلبك مولانا؟ انا زلمه متعيش على باب الله، يوم بشتغل ثلاثه لا، يوم بتنفرج وثلاثه بالضبط، طيب يوم منتعشى وثلاثة مننام بالعشاء. وأنا يا مولانا طمعان بكرمكم وعطفكم وشهامتكم، وأنا بعرف تماما إنه مولانا الوالي ما بيرد حدا خايب من أفراد رعيته. تكرم عينك، ومين قال لك رح نردك خايب؟ يا ياسين عمرك مولاي. خذ الطاسة يا ياسين. حاضر مولاي. اسمع يا ابني، صرف له 100 ذهبة. حاضر. 100 ذهبة؟ إلهي إلهي وسيدي ومولاي، يبعث لكم 100 إفة ذهب. إلهي إلهي يرزقكم من حيث لا تعلمون. إلهي إلهي يكفت عليكم كفت برميل من الياقوت وخوابي من زمرد. إلهي إلهي يطلق فوق راسكم دلق مواعين وطناشر من العقيق والمرجان. إلهي إلهي يطمركم طمر بالعسجد والزبرجد. إلهي. وهذا اللي صار يا ابو شلهوب. شو هالحكي يا شو هالحكي؟ معقوله 100 ذهب فرد ضربه؟ لكان فرد ضربه، لكان بضربتين. يعني معقول الوالي يعطيني 100 ذهب بالقصوطه يا ابو شلهوب؟ ليكو تاني ليكو. على كل حال عجبتني هالقماشه، لف لي اياها الله يرضى عليك. وانت ما اعطيته غير بس طاسه نحاس؟ ليش انا عندي غيرها لاهديها؟ وقبلها منا؟ وليش لحتى ما يقبلها أخي؟ الهدية رمزية مو شرط تكون مكلفة. على كلين قديش حسابك أنت هلا؟ مو بيناتنا، بعدين بعدين مو مشكلة. ماشي الحال، لف لي إياها هيك لفة مرستقة، لفة منتازة على بين ما أرجع أنا. إيه تطلع. رح لف لفة. السلام عليكم. مع السلامة مهونة. إذا هالدرويش هاد الوالي طاسة نحاس مهرية وأخذ مقابلة 100 ذهبة، لكان أنا إذا هديته علبة المجوهرات يلي لطشتها بزماني من خزانة جدي الله يرحمه، قديش بيعطيني؟ أكيد مو أقل من 2000-3000 ذهب على القليلي. تاجي ابو شلهوب بدك ايه؟ طيب المسؤول بين ايديكم مولانا. تعرفوا شيء؟ هذا اكبر تاجر قماش بالبلد يا مولاي. وشلون مسموعياته؟ بلا هموطي وعينه ضيقه وزمته واسعه يا مولاي. خليه يفوت. حاضر مولاي. فليتفضل ابو شلهوب. السلام على مولانا الوالي حامي الحب.
وعليك السلام. شو طلبك؟ قبل ما احكي شي يا مولاي اسمحوا لي اقدم لكم هالهديه الرمزيه المتواضعه عربون محبه وولاء لشخصكم الكريم الجليل. شو هاد؟ ذهب ومجوهرات؟ مولاي الوالي، هالهدية مو من مقامكم أبداً. أنتم مقامكم أكبر من هيك بكتير، وحاشا لله إني أقدر أوصل لمقامكم الرفيع بهدية وضيعة مثل هي. بس بتضل الهدية رمزية يا مولاي. ولحنا قبلنا هديتك يا أبو شلهوب، شو طلبك؟ عفواً، أنا مالي طلبات يا سيدنا. أنا ما التمست مقابلتكم لأطلب شي يا مولاي. كل ما هنالك اني حبيت اعبر عن حبي وولائي واعجابي بشخصكم الكريم يا مولاي. شكرا يا ابو شلهوب. ونحن كمان ما منخلي علينا شيء، كمان لازم نقدم لكم هديه بدورنا. عفوا يا مولانا، هالرسميات مو بيناتنا ولو؟ لا 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 لا، ما بيصير. انت هديتنا هديه رمزيه، ونحن بدورنا لازم نقدم لك هديه رمزيه. أمرك يا مولانا، مثل ما بتأمروا، ما فينا نقلكن لا. يا ياسين. أمرك مولاي. عطي أبو شلهوب طاسة النحاس يلي جابها درويش. حاضر مولاي.